بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الهنا المحبوب ربنا يسوع المسيح، سنه من حياتنا مرت وهي سنه اخرى تطل علينا، ونسمع صوتك يا رب في داخلنا يطلب مننا ان احنا نقوم بخطوه جديده على درب المحبه اللي بينا. الصوت اللي احنا كتير قوي تجاهلناه في حياتنا اليوميه وفي حياتنا العمليه، لكن النهاردة يا رب إحنا بين يديك في نهاية هذا العام وفي استقبال العام الجديد. نشكرك من كل قلوبنا إلهنا لأنك عالم بحبنا ليك. تعلم يا رب أيضا بضعفنا، دائما أنت معنا، لا تتركنا ولا تنسانا. أنت يا رب هو رجاء حياتنا، اعطينا يا رب من حنانك، وأعطيتنا ابنك الوحيد فجاء ومنحنا السلام الحقيقي والفرح. عليك يا رب نتكل فلا نخاف من أي شيء. لو العالم كله تزعزع من حوالينا، إيماننا بيك يا رب قوي وفرحنا أقوى، لأنك أنت رب فينا ومعنا. فرحنا هو أنت، نحن يا رب نحبك، أنت ربي أعظم وأقوى من كل شيء حولنا. عرفتنا بنفسك وفتحت لنا قلبك، أنت القدير، جعلت نفسك يا رب صغيرا لكي نتعلم أن نحبك أكثر ونرحب بيك في قلوبنا. نشكرك لأنك جعلت من أمك العذراء أما لنا، تحبنا وتحمينا وترعانا، وفي ظل جناحيها نحتمي. هي أعظم أم وشفيعة لنا، حواء الجديدة، المكرسة الأولى وأم كل المكرسات، وأم الكاهن الأزلي وأم الكهنة، وتدافع عنهم. قال عنها القديس لوقا في إنجيله: ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن يحبل به في البطن. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب، كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب، ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب. زوج يمام أو فرخي حمام. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله. نعم، يوسف ومريم ذهبوا إلى الهيكل لكي يقدموا الطفل يسوع في الهيكل. وهكذا أنت رب تنعم علينا كل يوم بهبات وعطايا كثيرة. لذلك نسأل ونحاسب أنفسنا رب في نهاية هذه السنة وفي بداية السنة الجديدة، هل شكرناك على جميع نعمك وعطاياك، أم بخلنا حتى باعترافنا بجميلك علينا أو حتى بكلمة شكر؟ فيا إلهنا القدوس الوديع المتواضع القلب، يا من ولدت في مزود بسيط، نشكرك رب على السنة الماضية بكل ما فيها من أفراح وأحزان وصعوبات. نعم يا رب، كل عطية صالحة هي منك، وكل تجربة تخطيناها بحضورك هي نعمة لنا. نشكرك يا رب على نعمة الوجود، وجود من يسهرون على رعايتنا الروحية في الكنائس والأديرة. نشكرك على عملنا وأصدقائنا ومعلمينا ورؤسائنا الروحيين والزمنيين، الذين بواسطتهم نستطيع أن نكون أعضاء فاعلين وناجحين في المجتمع. نشكرك يا رب لأنك كنت دوما حاضرا معنا في قلب الجهود التي كنا نقوم بها في حياتنا اليومية. ننجح في أعمالنا وحياتنا. مستقبلنا يا رب بين يديك، مستقبل البشرية كلها هو رهن إشارتك. نشكرك يا رب على أصدقائنا، منهم من ساعدنا أو قدم لنا خدمة معينة وأدخل الفرح إلى قلوبنا والراحة والسلام والطمأنينة. منهم الأباء الرهبان والأباء الكهنة والمكرسين والعلمانيين، نشكرك يا رب من أجلهم جميعا. انظر يا رب أيضا، نشكرك على كل التجارب والصعوبات التي سمحت أن نمر بها، لأن هي الطريق الضيق نحوك.
من خلالها يا رب يعرفنا أن نحبك أكثر ونثق بك أكثر ونلتجئ إليك. نشكرك يا رب لأنك تصغي إلينا وتعطينا انتباهك وعطفك، تتقبل من أيدينا الباقة التي تؤلفها عطايانا فترفعها إلى أبيك السماوي، فشكرا لك يا رب. جئت إلينا كطفل وكنت تنمو بالحكمة والنعمة والقام أمام الله والناس. نعم يا رب كنت هنا كطفل، بل صرت على أرضنا تتحدث إلى الناس ويتحدث الناس إليك. كنت تقول تصنع خيرا وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. كل شيء بك كان، وبغيرك لم يكن شيء مما كان. ولكن يا رب كم هو غريب موقفنا نحن البشر. نعم يا رب برغم كل ما صنعته معنا ولأجلنا، رغم فيض محبتك لنا، إلا أننا لم نعرفك، بل لم نقبلك. أخرجناك خارج حساباتنا، أبعدناك رب عن طرقنا، أغمضنا أعيننا عن نورك، ورفضنا أن تكون لنا حياة وأن يكون لنا أفضل. ولكن أسمعك الآن، فما زال صوتك يا رب يدوي في عالمنا، ما زال كلامك معلن لنا، وما زالت دعواتك لنا، وما زلنا نسمعك تقول لنا لا تخف، فأنا بانتظارك، قم وارجع إلى أبيك. وما زال يوحنا المعمدان صوته صارخ في البرية ينادي، أعدوا طريق الرب، اجعلوا سبله مستقيمة، كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرق سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله. هذا هو أنت يا إلهي، أنت الطريق والحق والحياة، ولا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بك. أنت نور العالم، من يتبعك لا يمشي في الظلمة بل تكون له نور الحياة. أنت الخبز الحي الذي نزل من السماء، إذا أكل أحد منه يحيا إلى الأبد. أنت الراعي الصالح، تعرف خصتك وخصتك تعرفك. أنت القائل سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وأخيرا نسمعك وأنت تقول لنا ها أنا ذا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فإليك نلتجئ شاكرين لك على كل ما مضى، طالبين منك أن تكون معنا وأن تحمينا وأن تحملنا بين ذراعيك في السنة الجديدة. فأنت هو الإله، هو أمس واليوم وإلى الأبد. سنة خير وبركة وسلام من لدن الله على كنيسته المقدسة الجامعة الرسولية، وعلى العالم أجمع، على كنيستنا في مصر، وعلى أبينا البابا البطريرك وسائر الإكليروس، على بلادنا العزيزة الغالية مصر، تحفظها رب وتملأها من كل خيراتك، على بيوتنا وعائلاتنا وأبنائنا الشباب والشابات والأطفال. لك المجد يا إلهي من الآن وإلى الأبد.